مباشرة في لقاء مع الدكتور زيد بن الخطاب الهناي، أستاذ مساعد بكلية الطب واستشاري أمراض معدية بمستشفى جامعة السلطان قابوس. مساك الله بالخير الدكتور زيد. مساك الله بالنور، حياك الله وسعيدين بالتواصل معك دكتور. أهلا وسهلا، شكرا. دكتور زيد، من خلال متابعتك لآخر المستجدات وبالتحديد المستجدات المتعلقة باللقاحات، كيف يبدو المشهد في العالم نحو سرعة وتيرة انتشار هذه اللقاحات واستخدامها في دول العالم؟ نعم، الحمد لله، يعني من أجمل الأخبار في هذه الجائحة كانت ظهور اللقاحات، العديد منها بتقنيات مختلفة ومن شركات عديدة، فهذا كان خبر جميل جدا. كذلك أثبتت يعني معظم اللقاحات سلامة عالية وفعالية عالية، وهذا كان في التجارب السريرية وفي على أرض الواقع، فهذه الأخبار جميلة جدا، والحمد لله بدأنا نرى بعض هذه اللقاحات تصل إلى عمان. لكن المقلق في الموضوع هو بطء الوتيرة في العديد من الدول، فوجدنا بعض الدول نجحت في الحصول على اللقاح بشكل سريع وتخطو بخطى ممتازة نحو المناعة المجتمعية والسيطرة على الجائحة بهذه الطريقة، بينما العديد من الدول لم تحصل على اللقاح بنفس القدر والكمية، وهذا التفاوت بين الدول من هو يعتبر خطر على جميع الدول بما في ذلك الدول التي حصلت على اللقاح، وبالتالي نرى الآن جهود إن شاء الله تثمر في زيادة سرعة وتيرة حملة التحصين حول العالم كله وفي جميع الدول، نأمل أن يتحسن الوضع بإذن الله. دكتور، هل تعتقد أن هذا التفاوت الكبير على اللقاحات لأنه هو المخرج الوحيد صحيا واقتصاديا؟ هو من أهم العوامل للخروج من الجائحة بشكل كبير وعودة الحياة الاقتصادية والنشاط الاقتصادي إلى طبيعته أو ما يشبه ذلك، فهناك تهافت كبير من جميع الدول، لكن نفس الوقت لا يفسر التفاوت بين الدول، لأنه يعني كان التحضير للقاحات على مدى أشهر عديدة حتى قبل أن يتم ترخيصها، لكن للأسف أعتقد معظم الدول حسبت حساب اللقاحات لنفسها ولم يكون هناك تعاون فعال على المستوى العالم لتوفير اللقاحات بنسبة عالية لجميع سكان العالم. كان هناك تعاون كوفاكس لكن دعمه لم يكن بالشكل الكافي، وبالتالي لم يوفر اللقاحات بالسرعة المطلوبة وبالكمية المطلوبة لجميع الدول. نعم الدكتور زيد، البعض يتساءل يعني وكأنه في حيرة من أمر لفهم الوضع يعني في انتشار هذا الفيروس، ما هو تفسيرك يعني دكتور لسبب عودة انتشار الإصابات بشكل كبير رغم أن في مرحلة من المراحل كذلك وصلنا إلى ذروة معينة في أعداد الإصابات، ولكن تبدو هذه المرة أكثر حدة وشدة؟ نعم، كان هناك فهم خاطئ عند الناس عندما انخفضت الحالات، البعض ظن أن الجائحة انتهت، وهذا كان فهم خاطئ، حاولنا في وسائل الإعلام شرح هذا الموضوع. نزول الحالات عندما نزلت كان بسبب التزام بالاحترازات والإجراءات الوقائية، وكنا نتوقع أن ستعود الحالات بشكل سريع مثل ما نرى اليوم إذا كان هناك عدم التزام أو نقص في الالتزام في الاحترازات، وهذا بالفعل ما شاهدناه. العامل الآخر هو انتشار سلالات تستطيع أكثر قدرة على العدوى، فانتشارها يكون أسرع من السلالة الأصلية، وبالتالي هذا العاملين اجتمعا، ورأينا هذا الشيء يعني يحدث أمامنا قبل شهرين في أوروبا وفي أمريكا، وتوقعنا أن نفس الشيء قد يحصل في عمان. للأسف الآن
نعيش هذه الأزمة. لكن ممكن استدراكها بإذن الله بالاحترازات التي يعني تقررها اللجنة العليا، كذلك تعاون الجميع منا، يطلب جميع منا أن نتوقف عن الزيارات العائلية، أن نلتزم بشكل كامل بلبس الكمام، نظافة اليدين، التباعد، ولكي يتسنى للحالات أنها تنخفض ونحفظ الأرواح، وكذلك لكي يتسنى لحملة التحصين أن تنجح وتصل إلى نسبة أعلى من السكان، وبالتالي طبعا كل ما زادت النسبة، إذا وصلنا فوق 50 و70 و80%، فسنرى انخفاض كبير إن شاء الله في الحالات، خصوصا الحالات الشديدة. نعم، هو عادة دكتور كيف يتحور ويتكاثر الفيروس أصلا؟ نعم، الفيروس هو طبعا في كل مرة يعني يصيب شخص هو يتكاثر داخل جسم الإنسان، وكل مرة يتكاثر هو يقوم بإعادة نسخ شفرته الجينية لكي يضعها في فيروس جديد يعني، ويستمر بهذا الشكل، وفي كل مرة ينسخ يعني ينسخ شفرته الجينية أو يعني يتكاثر فيها، هناك احتمال حدوث خطأ في هذا النسخة الجديدة من الشفرة الجينية، وبالتالي احتمال حدوث تحور. فحدوث التحورات أمر طبيعي متوقع، خصوصا الفيروس جديد على البشر، فالآن هو يتحور إلى سلالات أكثر قدرة على الانتشار مع الناس، وهذا الشيء متوقع، لكن نستطيع، لكن كل ما قللنا من كمية العدوى في المجتمع، في كمية الفيروس في المجتمع، ونفعل ذلك عن طريق الإجراءات الاحترازية والوقائية واللقاحات، كل ما قللنا من كمية الفيروس قلت قدرة الفيروس على التكاثر وبالتالي على التحور، بالتالي الفيروس الذي لا يتكاثر لن يتحور. فعلينا أن نحاصر الفيروس بهذه الوسائل التي لدينا. وهنا نأتي إلى نقطة اللي هي تسريع حملة التحصينات. دكتور، هل ثبت كفاءة لقاح مقارنة بلقاح آخر يعني من خلال الفترة هذه الماضية من خلال التقارير والدراسات؟ هل تفاوتت اللقاحات؟ يعني هي كلها آمنة وكلها فاعلة، لكن ما هو طبيعة هذا التفاوت بينها؟ طبعا بالنسبة للفعالية، هناك الفعالية وهناك الأمان. بالنسبة نبدأ بالفعالية، جميع اللقاحات الآن مرخصة فعالة، مثلا لقاح أسترازينيكا أو لقاح فايزر أو موديرنا أو جونسون أند جونسون، وهناك أخرى كذلك رخصت قد تكون في دول أخرى أو قائمة يعني في يعني تقترب من الترخيص، وكذلك فعاليتها أظهرت فعالية في تنشيء تحفيز أكثر من جزء من المناعة، يعني الأجسام المضادة زائد الخلايا المناعية. بالنسبة لقدرة اللقاحات على تجنب الإصابة بالفيروس أو ما نسميه يعني فعالية اللقاحات، الحمد لله في البداية كان هناك يظهر بعض التفاوت في تجنب الإصابات الخفيفة، لكن هذا التفاوت لا يمكن أن نعول عليه علميا، لأن التجارب السريرية التي جرت لم تكن تحت نفس الظروف دائما، بالتالي لا يمكن مقارنتها مباشرة. لكن حتى إذا كان هناك تفاوت في تجنب الإصابات الخفيفة، لم يظهر هناك أي تفاوت في تجنب الإصابات الشديدة، وهذا أهم شيء. فكل اللقاحات أسترازينيكا أو فايزر أو موديرنا أظهرت فعالية عالية جدا، أكثر من 90% في تجنب الإصابات الشديدة، تجنب التنويم في المستشفى، تجنب الوفيات. بالتالي جميعها له دور كبير في السيطرة على الجائحة. والنصيحة هي أن الشخص يأخذ أول لقاح يتوفر له.
بالنسبة للسلامة كذلك جميع اللقاحات أظهرت سلامة عالية جدا الحمد لله. لقاح أسترازينيكا ما زال هناك بعض التحقيق في بعض الحالات النادرة جدا اللي هي تقريبا 1 من 100,000 شخص أو أقل اللي هم صابتهم بعض التجلطات، وهذه حالات نادرة جدا يتم الآن في بعض الدول التحقيق فيها. فقد نسمع المزيد عن هذا إذا كان جميع الفئات العمرية تنطبق عليها اللقاح أو لا، لكن حاليا التوصيات ما زالت من منظمة الصحة العالمية ومنظمات الدواء الأوروبية حتى الآن أن يعطى اللقاح، ويحتمل أن الفائدة أكبر بكثير من أي ضرر محتمل. لكن قد يعني قد تتغير الصورة بعد التحقيقات، حتى الآن لم تتغير الصورة والموصى به والاستمرار. نعم دكتور زيد، من خلال هذه المؤشرات والأرقام اللي ذكرتها، هل هذا يعطينا نتيجة أن الخروج من هذه الأزمة من هذه الجائحة كذلك سيتفاوت من دولة إلى أخرى؟ يعني هناك دول ستخرج قبل دول أخرى من هذه الأزمة نتيجة انتشار اللقاحات فيها والتطعيمات؟ نعم أعتقد يعني الدول التي تنجح في حملة التحصينات بأسرع وقت ستكون أكثر الدول التي تستفيد من هذه الحملة اقتصاديا وصحيا. وبالتالي في رأيي يجب أن تكون حملة التحصين في عمان هي الأولوية الوطنية الأولى حاليا، ويجب أن تضع فيها جميع المصادر والموارد. وأتمنى كذلك أن يتم زيادة نسبة الناس الذين يراد تحصينهم أكثر من 70%، وأن يكون زيادة في السرعة جدول الزمني المقرر أن نصل إلى المناعة المجتمعية حتى قبل نهاية العام. أعتقد ممكن أن يكون خلال بضعة أشهر قليلة إذا كان هناك يعني تركيز كامل على هذه الحملة ووضع جميع المصادر. يعني اللقاح الآن يعتبر جزء من الأمن القومي والأمن الاقتصادي، وأعتقد يجب أن يعني نضع جميع ثقلنا وراء ودعمنا وراء هذه الحملة. نعم شكرا جزيلا لك الدكتور زيد بن الخطاب الهنائي، أستاذ مساعد بكلية الطب واستشاري أمراض معدية بمستشفى جامعة السلطان قابوس. العفو. شكرا جزيلا. وهذا الدكتور يعني زيد وضعنا في الصورة بشكل عام، يعني احنا ما ركزنا مع على السلطنة، ولكن المشهد في العالم كيف يبدو من خلال التنافس الكبير على اللقاحات. فاصل ولنا عودة.